بعض المحلات التجارية كتبت، وهذا يشمل الشتاء والصيف، كلامي هنا يشمل الشتاء والصيف، بعضهم يقول التحكم بالأجواء، يعني هو عمل دعايات وأرسلت في وسائل التواصل التحكم بالأجواء. التحكم بالأجواء هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف. الذي يتصرف ويتحكم في الأجواء هو الله عز وجل. إن كل شيء خلقناه بقدر، الله خالق كل شيء، فليتنبه